المتقدمة عن الجولة العشرين ميزها بالدرجة الأولى مغادرة مولودية الجزائر لأول مرة منذ عدة جولات المركز الأخير بعد فوز مهم بميدانها أمام رائد الترتيب مولودية بجاية وبنتيجة هدف لصفر. على الصورة البطيئة ها هو جورمي خالد. فيما أيضا تعقدت بعدها أمور أولمبي شلف المنهزم خارج الديار أمام جمعية وهران بهدفين دون رد. والقمة العاصمية لم تفرز فائزا بين اتحاد الحراش واتحاد العاصمة وانتهت بالتعادل السلبي. وفيما يلي نتائج المباريات المتقدمة عن الجولة العشرين كاملة.